الكذب فجور، الكذب يهدي إلى الفجور، ولهذا من أشد أنواع الجرح عند العلماء الكذب. الكذاب ساقط لا يؤخذ عنه، وبالتالي الشيخ أحمد جزاه الله خير من خلال الكلمة ممكن إحنا نطلع بنتيجة من ضمن الأشياء اللي ذكرها الكذب. والكذاب لا يوثق في دين، صحيح؟ يوثق في دين أبدا، وإن كان الراجل ده نحن تكلمنا عنه قبال ده بأمر آخر، وحتى الأشياء اللي ذكرها الشيخ أحمد من الكذب أغلبها ما كنا نعرفها إن لم يكن كلها، لكن تكلمنا عنه في نقطة أخرى وهي مسألة الصحبة والرفقة والألفة، ونعتبر من أهم المسائل اللي ذكرها الشيخ أحمد في المحاضرة مهمة جدا، لما عاب على نفسه إنه كان بيمشي يجلس مع ناس من باب الصلح، يختار زول معين ويظن فيه الصلاح والخير، والشيخ أحمد ما كان منتبه لمسألة رفقته دي، بيظن إنه ممكن يكون في زول فيه خير وقاعد في نص الناس السيئين، صحبانه ورفقته من السيئين، ويظن إنه الرجل يكون فيه خير. ودي أنا المسألة اللي كان ناقشتها بها الشيخ أحمد لما اتحاورنا في أمر الراجل ده ابن عطاء الله، وقلت له السلف عندهم المقياس للرجل صحبته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين من؟ خليله. القاعدة يا أخوانا، قاعدة السلف لا تخطئ، هذه قاعدة معصومة. لماذا؟ للحديث: الأرواح جنود مجندة. قال الأصمعي: ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من قول القائل عن المرء، لا تسأل أها وأبصر قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. الراجل بيمشي على دين خليله، وحتى أنت لو جالست إنسان وما كنت زيه حتبقى زيه، لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستماع إلى الدجال. ليه؟ الدجال ده واضح مكتوب عليه كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأ عنه، ابعد. قال: فإن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن، قال: فيتبعه لما يلقي من الشبهات. اعمل حسابك. ولهذا أهل البدع أو أهل الأهواء العلماء قالوا كالجرب، عندهم ده زي الجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين أناس تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب ده شنو؟ السعر، السعر ما بعادي، مرض السعر بعادي. اعمل حسابك انت، حتى لو زول كويس مشيت قعدت مع ناس سيئين بتشرب منهم. من اجمل لطائف الشعراء شاعر بيصف في الفتيله والشمعه بتاعت النار اللي بولعوها دي، الشمعه جواها في فتيله والشمعه ببرا، عين الشمعة قال: مالي أرى الشمعة يبكي في مواقده، أمن حرقة النار أم من فرقة العسل؟ الشمعة دي ما لا بتبكي، النار مولعة فوق والشمع بينزل بالجنباز كأنها بتبكي، ما لا بتبكي،
لأنها فارقت العسل ولأن ولا لأن محرقة شنو حرارة النار. رد عليه شاعر تاني قال له من لم تجانسه فاحذر أن تجالسه ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل. الشمعة المقعدة جنب الفتيلة شنو؟ ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل. ولهذا قال ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى قال ولقد رأينا أناسا ممن كانوا ينكرون على أهل البدع ويسبونهم فلما جالسوهم صاروا معهم. احذر من المجالسة والمخادنة. لذلك قال علي رضي الله عنه لرجل رآه يجلس مع رجل آخر قد كرهه قال لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه. فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه وللروح على الروح دليل حين يلقاه وذو الحزم إذا أبصر ما يخشاه توقاه. أعمل حسابك شكد. إحنا عندنا ده في قياس حسن بن عطاء الله أنا ما جلست معه وإلا قانيهني برا ما بعرفه ولا سمعت بيتكلم في خير ولا في شر إلا التسجيل الصغير اللي جابه ده أبدا. لكن سألت سؤال لما نيجي الخرطوم هنا الخرطوم دي 4 مليون 4 مليون بينزل مع منو؟ قالوا بينزل مع فلان ده بي جاي وفلان واحد في اللاماب وفلان دي الصحبانه. أيوة المرء على دين خليله. قلت للشيخ أحمد بينزل عند أصحاب الفتن. فتن لاحظ أصحاب شنو؟ وكلام شيخ أحمد اللي قاله هسه ده كله مش فتن؟ كلام الراجل ده مش فتن كله؟ أصحاب الفتن والكذابين والمتخاذلين عن دعوة التوحيد زيهم ولا مو زيهم؟